بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح أوامر 3D أوتوكاد، والنهاردة هنتكلم عن المش. أوامر المش عندي فيه هنا أمرين أنا هتكلم عنهم، اللي هو أمر تاب سيرفيس أو تابلويتد سيرفيس، والتاني اللي هو رولد سيرفيس. تمام، أنا هختار أول واحد اللي هو التاب سيرفيس وهدوس عليه بالشكل ده كده. هنا بيقول لي سيلكت اوبجكت فور باس كيرف، انا هختار الكيرف ده. انا رسمه اس بي لاين، شايفين رسمه واخده منه كوبي. هنعرف ليه انا واخده منه كوبي دلوقتي. اول حاجه هناخد ده اللي هو باللون الاصفر، هختار الكيرف. تمام، بعد كده عايزه اختار الدايركشن. دايركشن اتجاه التاب سيرفيس هيبقى عامل ازاي. فانا عامله الاتجاه على الخط ده، انا عايزه يبقى الاتجاه نفس اتجاه الخط ده، فانا هدوس عليه بالشكل ده كده. لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان انا عامله الاس بي لاين عباره عن كيرفات زي ما احنا شايفين، كيرف كيرفات موجوده، لكن اللي هو رسمه لي هنا رسم لي خطوط بالشكل ده. طب انا عايزه ارسمها كيرفات، فهاجي نفس الرسمه دي انا واخده منها كوبي اهو، هاجي اعمل بقى ايه؟ هقول له حاجه اسمها سيرف تاب 1. تمام، هختارها. هو هنا عاملها 6، انا هقول له اعملها لي 60 وادوس انتر، واروح على التاب سيرف واجي ادوس على الكيرف او الباص اللي عندي، وبعدين ادوس على الاتجاه اهو، عملها لي زي ما انا عايزه اهي على شكل كيرف بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى انا كده اتعلمت ازاي ان انا اعملها كيرف ومش اعملها خطوط زي ما احنا شايفين كده. هنيجي عند الامر الثاني اللي هو رولد سيرفيس. هروح هنا انا رسمه رسمتين برضو بالشكل ده. رولد سيرفيس ده بيعمل لي كونكت ما بين كيرفات او دوائر زي ما احنا شايفين كده، فانا هاجي ادوس عليه واختار الفيرست وبعدين هختار السكند، عمله لي بالشكل اللي احنا شايفين ده اهو. طيب هاجي تاني اعمل على الكيرف ده، اختار الكيرف ده وبعدين هختار الكيرف ده، عمل لي بالشكل ده كده اهو، شايفين؟ يبقى ده المقصود بالرولد سيرفيس. في اي من الاحوال لو ده او ده احنا بنحتاج ان احنا نغير في السيرف تاب عشان نبينه على انه كيرفات. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.